السفيرة بالموتور كتبقى من احسن التجارب اللي يقدر يعيشها الانسان. درنا 34 ساعه من طنجة حتى لفرنسا باش نعيشوا التجربه ديال لي بيريني. لي بيريني هي سلسله جبال اللي كتقسم بين فرنسا واسبانيا، وفيها 430 كيلومتر اللي كلها مناظر رائعه وبحيرات واهره. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عرفتي فين لقيتونا؟ في واحد الكامبينغ في أليكانتي. حنايا الله وصلنا دابا هادي 7 ديال العشية، هبطنا بالزربة ضربنا واحد التبحيرة واحد العومة، طلعنا دابا للكامبينغ غنباتونا إن شاء الله. هاد التريب بدا عاد بديتو، راني جيت من طريفة من طنجة، درت طريفة قطعت البارح بدات في الكامبينغ في طريفة، ودرنا اليوم من طريفة حتى لأليكانتي تقريبا حتى للجهة ديال بينيدورم. غنباتو هنايا في بينيدورم ان شاء الله اليوم فهاد الكامبينغ. هذا غدا مع 7 د الصباح غنشدو الطريق والوجهه فين ان شاء الله غادي نمشيو لي بيريني وغنديرو لو ديزير دو بارديناس. من بعد غادي نشرح لكم هادشي كامل باش تشوفوه وتعرفوا فين حنايا. لقيتونا الدراري ما جاوش معانا، التريب بدا كامل عندنا فات تقريبا 10 ايام، غير انا وخويا زكريا بجوجنا صافي. ها هو خويا زكريا، حتى هو اليوم جا من المغرب وشد معايا الطريق من طريفة حتى لأليكانتي. زامي صباح الخير عليكم. يلا الامور مريقله، ليتس جو. خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم، اليوم نهار جديد، نهار الطوب ان شاء الله. عندنا فيه 700 كيلومتر من هنايا من أليكانتي. هاد الكامبينغ دبتنا فيه هنا في أليكانتي، زوين الصراحه يا اخوان. بون نعطيه واحد 8 على 10. الحاجه اللي فيه زوينه هي انه جا على البحر، وهاد المساله هادي راه ما عندها ثمن. الجو زوين اليوم في أليكانتي يا اخوان، كما كتشوفوا الشميشه. لا ديريكسيون ديالنا ان شاء الله غادي نمشيو لفالنسيا، من فالنسيا برشلونه، ومن برشلونه غادي نطلعوا لي بيريني ان شاء الله. هذاك هو علاش جايين حنايا. غادي نباتوا واحد المدينه حدا اوندوغ في لي بيريني سميتها فون غوم، غادي نباتوا تما في واحد الكامبينغ لقيتو في جوجل مابس. هذه هي الليله الثانيه اللي درنا الليله الاولى في طريفه، وهذه الليله هذه في لا ريجيون ديال ميرسيا أليكانتي. كامبينغ ما كاين غير كامبينغ، كامبينغ غير اخوان هو فيه شويه ديال التماره، ولكن زعما صراحه ما كاين لا زعما تبات في اوتيل غتخلص واحد 100 اورو تقريبا، واحد 1000 درهم ولا 1200 درهم لواحد. هاد دابا ريزوتير غلاو في اوروب كامله، ما بقاش داكشي ديال اللي كتعرفوا 250 درهم 25 اورو 300 درهم. كامبينغ كنباتوا فيه كنخلصوا تقريبا واحد 150 درهم لواحد. بحال دابا في الكامبينغ الاول يعني خلصنا تقريبا خلصت 150 درهم، واليوم في هذا الكامبينغ هذا اللي على البحر خلصنا تقريبا 180 درهم. اثمنة جد مناسبة سورتو للناس بحالنا اللي غادي غيباتو ليلة وحدة وغادي ديماريو ولا غد ليه، كنظن بانه الكامبينغ كيبقى احسن اوبسيون. اليوم عندنا 7 السوايع ديال الطريق، نتمنى غير نوصلو في الضو باش نانستاليو لي طون ديالنا. 7 السوايع الطريق راه ما ساهله، 700 كيلومتر تقريبا. البارح كان مود ديال الصاد، ولكن دابا غير غادي نوصلوا لي بيريني غادي تهبط لا طومبيراتور لواحد ناقص واحد ناقص جوج، حيت لي بيريني ديما فيهم الشتا والشتا والبرد. الحاجه الوحيده اللي كنتمنى هي انه لي بيريني فهاد دوك لي كول اللي غادي نشوفوا، دوك الجبال اللي غادي نطلعوا لهم، ما تكون الشتا باش نقدر نفيلمي لكم بالدرون. جبتو معايا وكنتمنى بانني نقدر نستعمله. والحاجه الزوينه هي انني خديت الموافقه من السلطات ديال فرنسا انني نستعمل الدرون في فرنسا، حيت عندهم لا بروسيدور ولات صعيبه بزاف باش تاخذها باش تستعمل الدرون، وفيها كثره الاوراق. الحمد لله حنا خديناها. شتينا لوطوروت وما كاين غير 140 150، وهدف واحد عندنا هو اننا نوصلوا لبيريني في اقرب وقت. كان عندنا واحد الحل واحد اخر هو اننا نشطو الباطون من طنجة لبرشلونة، ولكن حنايا ما اختاريناش الطريقه السهله، بغينا نضربوها كامله طريق من المغرب حتى لفرنسا. هاد 34 ساعه باش نوصل لفرنسا دوزناها تقريبا كامله ما بين البومبات ديال ليسونس ولوطوروت.
الشارع اخوان. هاتي لوطوروت من هاد لوطوروت الاخرى ديال اسبانيا طريق برشلونه. دابا قربنا للطراغون ما كنديرو والو. عفط 140 150 قف بومبا عمر ليسونس شرب قهوه دخل طواليت عاوتاني شد الطريق. واو سخفاتنا عندنا 7 السوايع اليوم ديال الطريق باقي لنا 4 السوايع. اخوان كل الكاسكي دبرني هنايا في البلاصه ساعه دابا صافي كنسحب لي القصف لي تقاد ساعه البلاصه تحفرات تحفرات تقادات مات الحفله الراس ولا تفيه تقبه مبقيناش غنتغداو هنايا حنا غنديماريو دابا نمشيو نشوفو بلاصه اخرى باقي لنا ساعتين ونص لي بيرين ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم. وصلنا لبرسيلون وفرحنا حيت من برسيلون لي بيريني بقاتنا غير ساعه د المكانه وغادي نخرجوا من لوطوروت ونبداو الطرقان الزوينين. اخوان يا سلام يا سلام يا سلام احنا دخلنا لي بيريني مازال في لي بيريني اسبانيول وداك الشيء الرائع. كندوزو على شي فيلاجات تبارك الله شحال زوينين الحمد لله. احنا هادشي علاش جينا واخا ضربنا داك التماره في لوطوروت يومين حنا في الطريق ولكن الحمد لله ملي وصلنا الهدف ديالنا هو اللي كان بيريني احنا بخير. مازال غندخلوا لي بيريني في جهه ديال فرنسا منظرين حسن وحسن. يا سلام يا سلام الاخوان شوفوا معايا هاد لي فيلاج شوفوا معايا الطبيعه كي دايره رائع. هادشي رائع اخوتي والله الا لا رائع طرقان شحال زوينين راه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش هادشي شحال زوين. نحيدوا غير الطوموبيل علينا باش مبرزطاني شويه في الفيراجات ورا برا هاي دابا هادي غاديه بشويه هاد الاستاذه هادي غاديه جوج كيلومتر في الساعه والفيراجات والطوموبيلات جايين بزاف. دابا غنحيد عليا. يلا السلام عليكم سير. دابا زكريا هو معايا. يا سلام يا سلام على لي بيريني وشحال اخوتي كان الحلم ديالي نوصل لهاد لي بيريني هادو شحال هادي وما كتابش والله الا ما عمره ما كتاب والحمد لله دابا هو كتاب. احنا دابا غاديين فيهم على فيراجات كيديري. يا سلام كرة زكريا غيكون فرحان ديال الصح. ايوا نعس لي لافريكا توين يا لافريكا توين ورينا شنو عندك في القلب. صراحة لافريكا توين كدور مزيان اخوتي ما نكذبش عليك الفيراجات غير نعسة وهي معاك. هاد البلايص الاخوان ديال لي بيريني ملي دخلنا لهم وكاين غير الرايات ديال كاتالونيا ما كاينش. ملي فتنا برشلونه الرايات غير كاتالونيا ما كاينش الرايات ديال اسبانيا كدور. تخيلوا معايا دخلنا الريستورون المونو ديال الماكله ما فيهش سبليونيا في غير الكاتالا. او بقى لنا ساعه ديال الفراجة الاخوان ساعه ديال الفيراجات طبنا بلوطوروت يومين وحنا في لوطوروت. البارح 7 السوايع د لوطوروت اليوم 6 السوايع د لوطوروت والحمد لله الحمد لله. بعد هذاك كنت خايف لي يكون الشتا وما يكونش الجو زوين ولكن الحمد لله الجو زوين اليوم وحتى لا ميتيو غدا عطاتني بان الجو زوين. غدا نقدر نطير لكم الدرون وندير لكم شي فيديوهات واعرين ان شاء الله. صراحه الاخوان كتخرج من اسبانيا كتدخل فرنسا كيبان لك الفرق عرفتي كيبان لك الفرق في كل شيء في البني ديالهم في شاد البني هذا دابا باين ديال فرنسا. هذه المدينه هذه سميتها ليفيا دينا فرنساويه اصلا. دابا حنا في لي بيريني ومرحبا بنا في فرنسا. احنا واخيرا دخلنا الى فرنسا درنا الاخوان من المغرب حتى لفرنسا 36 ساعه 36 ساعه فيها كل شيء بالنعاس بالبياتة بكل شيء. درنا اقل من الباطو اللي كيدي حتى لبرشلونة من المغرب حتى لفرنسا حتى لي بيريني وهرمنا من اجل هذه اللحظه والله الا هرمنا. 10 دقائق اللي بقات لنا الكومبينغ. يا السلام شوف البني ديال فرنسا ديما كري سبحان الله العظيم كيحماقوا على لا كولور كري. عندك فرنسا وبلجيكا كيموتوا على هذا البني بالكري كتلقاش اللوينات في العمارات وداك الشيء كلشي كري.
ايوا مرحبا بينا في الكومبينغ في لي بيريني. يا سلام الاخوان، تشوفوا فين بلاصتنا. دخلنا هبطنا، ندخلوا من هنايا تراس ونطلعوا. يا سلام سنا زكريا، هاد مشيو ها هو زكريا جا. يا سلام ويلي ويلي لا كومبين، ويلي لا كومبين وسط الطبيعه. على كومبين كي دايره الاخوان، ما يمكنش داكشي في الغابه، ما في الغابه 100%. شحال النمرة ديالنا؟ مزيانة مخيرة صافي. اكومبينغ وارا بابا بابا ها على سلامتنا اخويا زاك. نمونطيو هادشي دغيا، نبدلو حويجاتنا ونديماريو صافي. زكريا فين غادي؟ نتعشى اخويا. شوف حنا خارجين من الكومبينغ ما لقينا والو، حال كلشي سد اليوم الحد. دابا نمشيو لواحد الريستورون هنايا سميتو لا بيل ايبوك، نشوفو كي داير، نتعشاو فيه ونرجعو للكومبينغ. هاديك راه من يهضر من هنا واردش. هاتوا الاخوان، من الصباح حنا كندورو هنا في هاد المدينه هادي اللي سميتها فون غوم، كنقلبو نشريو شي حاجه ما ناكلوها. جينا طحنا هنا نهار الحد، وصلنا حتى 8 7 د العشيه دابا، ها واخا باقا النهار راه دابا شي 8 ونص دابا، وما لقينا حتى شي حاجه ما ناكلوها. من الصباح حنا كنقلبو لقينا الحوانت كلشي ساد، لي ريستورون كلشي ساد بزاف. لقينا واحد البيتزاريا كيديروا داكشي اونبورتي، خدينا واحد البيتزا وجبناها هنايا للكومبينغ، غناكلوها وغادي نتكاو. الله يلا
فكرناش فيها فاش كنا في اسبانيا. كان خصنا من تما ناخذ شي حاجه. صراحه اسبانيا هادشي باش كتعجبك على فرنسا هي ان في اي ساعه تمشي تاكل كتلقى الرواج لومبيونس هنا والو. فرنسا ميتين مقتولين. المهم حنا ماشي هذا هو المهم. المهم انا هو بروفيتيو باللي بيزاج. وانتم كتشوفوا معايا لا كومبينغ. شوفوا لا كومبينغ حنايا فيه يا سلام على الطبيعه. شوف في وسط الغابه ها هو زكريا هيه الميطرا تاعهما هو زكريا جالس. يا سلام. دونك الاخوان دابا نطلعوا حويجاتنا ونرتاحوا نتكاو شويه باش غدا عاد نبداو لي بيريني ديال بصح. يلا تبارك الله عليكم.